السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله درسنا النهاردة هنتعلم اللي هو الـ Direct and Indirect Speech، اللي هو الـ Reported Speech، الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة مع بعض كده، وعايزين نعرف يعني إيه كلام مباشر ويعني إيه كلام غير مباشر. الكلام المباشر هو الكلام اللي الشخص قاله بالظبط، يعني لما اقول مثلا for example ديانا هنا بتقول I am enjoying my new job، انا مستمتعة او انا مبسوطة قوي بوظيفتي الجديدة. ديانا قالت الكلام ده، ده كلام ديانا اللي هي قالته نصا. طيب وفي جملة تانية قالت my father isn't well، بابايا يعني ليس بحالة جيدة. أو سارة أو تيم هنا بيكلم سارة بيقول لها we're going to buy a house، احنا هنشتري بيت. طيب زي ما انتم ملاحظين هنا، كل الكلام ده، كل ده كلام شخص، ده كلام مباشر الشخص قاله بالظبط. طيب لما نيجي نحاول نحول بقى الكلام ده ونقوله بطريقتي انا او باسلوبي انا، فاذا ده بنسميه indirect، لان مش كلام الشخص بالظبط، انا بقول اللي هو قاله بس بطريقتي او باسلوبي، يبقى ده بنسميه indirect او ممكن نسميه reported. تمام. طيب يبقى اذا عرفنا ان الكلام المباشر هو كلام الشخص اللي قاله بالظبط، والمفروض ان احنا بنحطه between quotation mark، يعني ما بين علامات تنصيص كده، بقول مين اللي قال الكلام ده. يعني مثلا اقول Diana said I am enjoying my new job، او I am enjoying my new job Diana said. ممكن نقول سارة said we're going to buy a house، او ممكن نقول في الاخر، فيعني كل ده يعني صح. طيب لما نيجي بقى نحوله ل indirect، انا باخد الكلام ده وبعدين اقوله بطريقتي انا. فطبعا اكيد لما الشخص قال الكلام، لما سارة، لما تيم قال we're going to buy a house، فلما اجي انا اقول الكلام اللي هو قاله اكيد عدى فتره زمنيه، فكده انا بحول في الزمن. يعني لو كان زمن الجمله present simple فانا بحوله يبقى past simple، لو كان present perfect يبقى past perfect، لو كان present continuous اللي هو مضارع مستمر احوله يبقى past continuous اللي هو ماضي مستمر. يبقى عايز اقول ان احنا بنحول الازمنه من المضارع للايه؟ للماضي. طيب الأزمنة بس لا، والضمائر ديانا او تيم كان بيقول اي وتيم كان بيقول وي، فكل ده هيتحول، اي هتتحول هنقول عليها شي، ووي دي هتتحول هنقول ذي، وهكذا. اذا في تغيير في الضمائر، مش كده وبس، ده في تغيير كمان في الكلمات اللي بتدل على الوقت. يعني مثلا هنعرف كل ده دلوقتي، يعني عشان ما اطلش في المقدمة، تعال نبدأ كده ونشوف مع بعض. last week you went to a party، يعني الأسبوع الماضي انت رحت حفلة. a lot of your friends were there، كتير من أصحابك كانوا هناك. here are some things they said to you، بعض الحاجات اللي هم قالوها لك. number one ديان قالت I am enjoying my new job وmy father isn't well. تعالوا نشوف مع بعض الجملة دي. هي ديانا لما قالت كده، أنا عايز أقول بقى إن ديانا قالت لي إن هي مستمتعة بوظيفتها الجديدة وإن باباها ليس بحالة جيدة. لما ديانا قالت لي الكلام ده قالته في البريزنت، هنا كان present continuous، كان I am enjoying، فإذا هحول الـ present continuous يبقى past continuous، و my father isn't well the present simple هحوله يبقى past إيه؟ يبقى past simple. طيب تعال نشوف مع بعض كده. today احنا قلنا اللي last week you went to a party، انت رحت حفلة، و a lot of your friends were there، وصحابك كانوا هناك.
ودي بعض الحاجات اللي اصحابك قالوها لك وانت في الايه، وانت في الحفلة. طيب today you meet Paul، النهاردة انت هتقابل مين؟ Paul. You tell him، يعني انت هتقول له، هتحكي له عن الحفلة، about the party. You tell Paul، انت هتقول لبول بقى what your friend said، هتقول اللي هم قالوه لك. خد بالك الحفلة دي كانت last week، كانت الأسبوع الماضي، وانت النهاردة يعني هتقابل، ان انت النهاردة هتعتبر نفسك ان انت يعني هتقابل بول وهتقول له على اللي هم قالوه لك. فهنا بتقول ايه بقى؟ بتقول ايه يبقى اذا انا هعتبر نفسي انا اللي كنت في الحفلة، ودلوقتي انا هقول لصديقي بول عن اللي حصل. فهقول له ان ديانا قالت لي ايه بقى؟ ديانا said، يبقى اذا انا هقول ان هي قالت، said يعني قالت، ديانا said that، وبنقول بعد said بستخدم كلمة بنربط بيها الجملة اللي هي ذات، ممكن استخدمها وممكن لا عادي. ديانا said that she was enjoying her new job، ان هي مستمتعة بوظيفتها الايه الجديدة. جميل، عملت ايه هنا؟ الجملة كانت present continuous، حولتها بقت past continuous، بدل ما I am enjoying but was enjoying يبقى present simple، بقى present continuous اللي هو مضارع مستمر، اتحول بقى ماضي مستمر. طيب number two، my father isn't well، يعني بابايا ليس بحالة جيدة، يبقى هنقول هي ايه بقى؟ she said that، هي قالت her father، بدل isn't هيبقى ايه؟ wasn't well، يعني بدل present simple بقى past ايه؟ simple. طيب الجملة التانية، صار قالت لي برضو we are going to buy a house، يعني احنا هنشتري. ده تيم اللي قال لي we're going to buy a house، تيم قال لي ان هو ان هم هيشتروا بيت. اوكي طيب، يبقى are هنا تحولت بقت ايه؟ بقت where، يعني هنا كان present continuous حولناه بقى past continuous، يبقى سارة and them، سارة و them مالهم؟ said that they، بدل are بقت we're going to buy a house، يبقى حولنا ال present continuous برضو بقى past ايه؟ continuous. طب Peter قال ايه بقى؟ I have to leave early، انا لازم امشي بدري، ده present simple، يبقى have هحولها الباست تبقى ايه؟ تبقى had. يبقى Peter said، بيتر قال انه، ذات انه، he had to leave early. طب هنا my sister has gone to Australia، ناخد بالي ان ده present perfect، هحوله يبقى past perfect، يعني have و has هنحولها تبقى ايه؟ تبقى had. يبقى he said that his sister، بدل has بقى هتبقى ايه؟ had gone to Australia، يبقى اختي راحت استراليا، طبعا لسه ما رجعتش. كيت قالت ايه بقى؟ كيت I can't find a job، انا مش لاقيه شغل. طبعا كان هتتحول تبقى كود، عشان احولها من كان من present الباست. هقول هنا كيت said that she، بدل كانت هتبقى ايه؟ couldn't find a job. طيب ستيف قال ايه بقى؟ ستيف قال I will، ستيف قال ايه؟ I will phone you، انا هتصل بيك. اذا will هتتحول تبقى would، يبقى ستيف said that، ستيف قال ان هو he، بدل will هتبقى would، he would phone me. تاخدوا بالكم من النيو اتحولت بقت مي، ان هو كان بيقول هكلمك فهو قال هيكلمني، يبقى يو بقت مي، وحولنا ويل بقت ووت. طيب جملة كمان، راشيل بتقول ايه بقى؟ I don't like my job، انا مش حابة شغلي اللي انا شغالة ده. اذن ده كده present simple don't، والفعل في المصدر ده present simple، عشان احوله يبقى هنحول don't تبقى didn't، عشان كده هقول مين اللي قال الكلام ده؟ راشيل. راشيل said that she، يعني راشيل يعني didn't like her job، ان هي ما بتحبش ايه؟ شغلها. قالت جملة كمان
My son doesn't like school. ابني ما بيحبش المدرسة. طبعا doesn't like the present simple عشان احوله هيبقى didn't برضو. يبقى she said that her son ابنها didn't like school ما بيحبش الايه المدرسة. اذا هنستنتج ان do does بنحولها تبقى ايه تبقى did. طيب مايك بيقول ايه بقى مايك؟ ركزوا معايا كده. مايك بيقول you look tired. بيقول لي انت باين عليك تعبان. فهنا هقول طبعا لوك هتتحول تبقى لوكت. يبقى مايك سيد ذات اي لانه كان بيكلمني انا بيقول لي يو فانا تبقى اي لوكت تايرد. طب جملة كمان I feel fine. I said that I بدل feel هتبقى felt. I said that I felt fine. يبقى حولت feel بقيت ايه felt. feel بقيت ايه felt. يبقى looked بقى locked و feel بقيت ايه felt. إذن خليني ألخص اللي احنا قلناه في الجزء ده بقى ان كل الدايركت ده الكلام المباشر الدايركت لما باجي احوله بستخدم كلمة said اللي هو قال وبعديها that said that وبعد كده بحول الضمائر. هي كانت بتقول I يبقى هتتحول تبقى لو بنت هتبقى she لو ولد هيبقى مثلا he لو we هتبقى they. تمام. يبقى انا بحول ضمائر الفاعل. هو كان بيقول I ولد هقول he. هي كانت بتقول اي يبقى هقول عنها شي. لحد كده جميل. تاني حاجة يبقى اول حاجة بنحول ضمائر الفاعل دي او حتى لو كان ضمائر المفعول زي يو مثلا هنا I'll phone you فيو تحولت بقت ايه بقت مي. هو كان بيقول لي هتصل بيك فانا قلت هو قال ان هو هيتصل بيا تبقى مي. طيب تاني حاجة بنحول الافعال بقى. لو الجملة present simple تبقى past simple. لو present continuous يبقى past continuous. يعني هنا am و is تتحول تبقى was. are تبقى ايه where. have بقت have او has بقت ايه had. can بقت could. will بقت would. do does بقت did. look تبقى looked. feel تبقى felt. طيب نيجي لنمبر section number B بقى say and tell. ايك بقى قصة say and tell هنا. say and tell انا بقول عايز اقول ان الشخص قال الكلام ده مش عايز اقول هو قاله لمين هو قاله خلاص. فبستخدم say اقول لك he said that he was tired. what did she say to you. يبقى لو ممكن اقول برضو say to الشخص يعني عادي. what did she say to you. يبقى we say he said. ممكن استخدم to بعد say عادي فاقول he said to me. I said to Ann. لكن لازم to ما ينفعش اقول he said me غلط I said Ann غلط. لكن ينفع اقول he said to me او I said to Ann. يبقى بستخدم بعد say to. طب tell لا مفيش to خالص بقى. tell تبقى told. he told me that he was tired. what did she tell you. what did she tell you من غير to. what did she tell you. لكن هنا what did she say to you. اوكي. يبقى we say he told me I told Ann. لكن هنا he said to me I said to Ann. يبقى هنا مع tell و told ما بنستخدمش to لكن استخدم to مع say. طيب you can say he said that he was tired. يبقى اذا said he said that he was tired or he said he was tired. يعني ممكن تستخدم that وممكن ما تستخدمهاش عادي. Kate told me. Kate قالت لي that she couldn't find a job. ان هي مش لاقية وظيفة. تبقى Kate told me that that ايه بقى she couldn't find a job. ان هي مش لاقية ايه وظيفة. يبقى Kate told me she ايه she couldn't find a job. برضو ممكن منستخدمش ذات عادي جدا.
طيب تعال نحل مع بعض كده ونشوف الكلام ده. Read what these people say and write sentences with he, she, they said. طيب number one، يبقى احنا هنقرا اللي هما كاتبينه ده وهنكتب بقى باستخدام هي او شي او زي سيد ذات، يعني هنحولها من دايركت لان دايركت، من مباشر لغير مباشر. انا اللي حول الكلام. الراجل ده بيقول I have lost my watch، انا ضيعت الساعة بتاعتي. فقلنا he said that او he said he، بدل have هتبقى had، ونكمل عادي. يبقى he said he had lost his watch. طيب number two، I am very busy. هي بتقول ان هي مشغولة، يبقى هنعمل ايه هنا؟ number one I، هي بنت اهوت، هنحولها تبقى she، وطبعا هنبدأ بشي said. she said that او she said she، she said that she، طبعا am هتبقى was. she was very she was very busy. يبقى she said that she was very busy. number three، I can't go to the party. I can't go to the party، أنا مش قادر أروح الحفلة. يبقى هنقوله برضو she said that، she said that، she said that she can't، هتبقى couldn't، she couldn't go to the party. يبقى she said that she couldn't go to the party. اوكي طيب نيجي بعد كده number four. هنا بتقول ايه بقى في number four؟ الراجل ده بيقول ايه؟ I have to go out، انا لابد ان انا اخرج. طبعا يبقى هنقول he said that، دي محفوظة. he said that I، يبقى هنقول he، he said that he have، هتبقى had. يبقى he said that he had to go to go out. يبقى حولنا I بقت he، استخدمنا he said that وحولنا I بقت he، و have بقت had، تبقى had to go out. number five، I am learning Russian. هنعمل ايه هنا؟ يبقى برضو هنقولهم he said that و I هتبقى he و am هتبقى was. يبقى he said that he was learning Russian. طيب نيجي number six، I don't feel very well، انا مش حاسة ان انا كويسة. هي بتقول تبقى she said that، she said that. طيب don't هنحولها للباست، don't feel هتبقى didn't feel، تبقى she said that she didn't feel very well. يبقى حولنا don't feel بقى didn't feel، وقلنا she said that و I بقت she، تبقى she didn't feel very well. number seven، we will be home late. تاني we will be home late، هنرجع بيتنا متأخر. we will be home late، we will be home late. يبقى هقول they said that، عشان هما اتنين وطبعا كانوا هما بيقولوا we نحن، فاحنا نقول هما، يعني تبقى they said that. they will هتبقى would، يبقى says they said that they would be home late. تاني they said that they would be home late، يبقى will بقت would، we بقت they، وهكذا. نيجي number eight، I have just come back from holiday، أنا لسه راجعة من الإيه؟ من الأجازة. يبقى هنقولهم she she said that she had had ايه بقى؟ she had just come back from holiday.
تبقى تاني she said that she و have بقت had she had just come back from a holiday. Number 9 I am going to buy a new computer. انا هشتري كمبيوتر جديد. اوكي هشتري كمبيوتر جديد. ركزوا معايا. هنا هقول ايه بقى؟ she said that she was going to buy a new computer. يبقى she said that she was going to buy a new computer. كل اللي عملته حولت I, استخدمت she said that وحولت I بقت she و am بقت was. تبقى she was going to buy a new computer. Number 10 we haven't got a key. يعني احنا معناش مفتاح. طبعا زي ما احنا عارفين we هتتأول تبقى they. تبقى ايه؟ they. يبقى they said that. They said that they hadn't got, they hadn't got a key. يبقى they said that they what, they hadn't, أو they didn't have. ينفع past simple. They didn't have a key برضو correct. صح ما فيش مشكلة. طيب نيجي للسؤال اللي هو 15.2 اللي هو السؤال الثاني. Use the picture to complete the sentences. هنستخدم الصور دي عشان نكمل الجمل دي. تمام. Number 1 معمولة. I am enjoying my new job. Diana said. I met Diana last week. She said. She said that. أو she said she was enjoying. She was enjoying her new job. Number 2 Emma بتقول ايه بقى؟ I am not hungry. بتقول انا مش جعانة. ف Emma didn't want anything to eat. مش عايزة حاجة تاكلها. تبقى she said that. She said that I طبعا هتبقى she. تبقى she Emma said that she Eva. Emma said that she wasn't hungry. حولنا am بقت was. بس تبقى am not بقت wasn't. يبقى Emma she said that she wasn't hungry. Number 3 اللي هي I wanted to borrow Mike's letter. انا عايز I wanted اردت ان انا استعير يعني السلم بتاع مايك. But he said. قال ايه مايك بقى؟ يبقى but he said he Eva he needed it. هو محتاجه. he needed حاولتها past بس. طيب number 4 هنا بتقول I don't want to go. انا مش عايز اروح الحفلة دي في الانفيتيشن. هنا was invited to the party. هنا تم دعوتها للحفلة. But she said. She said. هي قالت بقى she said she didn't. تبقى she didn't want to go. يبقى she said that she didn't want to to go. مش عايزة تروح. طيب نيجي number 5 Susan told me she didn't want the picture. مش عايزة الصورة. She said she said that I could have it. يبقى she said that I could have it. اقدر ان انا حولت you بقت I وكان بقت could. عادي جدا. Number 6 بقى Martin has just gone away on holiday. Martin has just gone away. لسه ماشي في اجازة. فهو بيقول بقى he said. Martin بيقول ايه بقى؟ he said that he would. حولنا will بقت would وحولنا I بقت he. he would send me a postcard. يبقى he said that he would send me a postcard. اوكي okay. طيب number 7 I was looking for Robert. انا كنت بدور على روبرت. نيكول said ايه بقى؟ where is Robert. فقالت ايه بقى نيكول؟ he has gone away. he has gone home.
he has gone home. يبقى إذن هنقوله في number 7 I was looking for Robert. Nicole said that he had gone home. يبقى هنقوله Nicole said that he had gone home. Okay. Number 8. I wanted to watch TV. أنا عايز أتفرج على التلفزيون. Why did David stay at home? ليه ديفيد قعد في البيت؟ He said that he wanted to watch TV. يبقى he said that he wanted to watch a TV. Number 9. في الصورة بيقول هنا I am going to the cinema. أنا رايح فين؟ السينما. فهنا Has Mary gone out? هل ماري خرج؟ I think so. أعتقد ذلك. فماري بتقول يبقى she said that she was going to the cinema. يبقى she said that she was going to the cinema. طيب نيجي last question, السؤال الأخير بس, السؤال الثالث write say said tell or told. طبعا احنا عارفين لو هقول انا قلت للشخص تبقى say to الشخص, انما tell ما بيجيش معاها to. طيب number 1 he said he was tired. اوكي number 2 what did he tell you, هو قال لك ايه؟ طبعا مش محتاجين بس. number 3 Anna she didn't like Peter. طبعا ما ينفعش اقول tell لان tell لازم يجي بعديه هو قال لي مين, انما هقول انا said she didn't like Peter. طيب next Jack me, تبقى Jack طبعا هتبقى Jack told me لان فيه هو قال لي مين اهو. Jack told me that you were ill. number 5 please don't Dan what happened. يبقى please don't tell Dan what happened, من فضلك ما تقولش لدان ايه اللي حصل. فتال بيجي بعديه الشخص على طول او الضمير, لكن say لازم يجي تو وبعدين الشخص. did ده سؤال اهو لازم يجي بعدها الفعل في المصدر بقى. did Lucy say she would be late. did Lucy say she would be late. number 7 The woman she was a reporter. So the woman said she was a reporter. number 8 The woman asked she was a reporter. يبقى هنقوله The woman told us. يبقى number 8 The woman told us she was a reporter. number 9 They asked me a lot of questions. يعني هم سألوني أسئلة كتيرة. But I didn't what? I didn't tell them anything. ما قلتلهمش أي حاجة. تبقى تل بعدها الشخص اللي هو them أو الأشخاص. They asked me a lot of questions. يعني هم سألوني أسئلة كتيرة. They asked me a lot of questions. But I didn't طبعا هتبقى I didn't say anything. I didn't say anything. يبقى إذن نلخص اللي احنا قلناه. قلنا ان احنا في الكلام المباشر والغير مباشر, لما اجي احول كلام شخص قاله لغير مباشر بطريقتي انا فلازم بيحصل تغيير في الضمائر. I تبقى هي او شي على حسب يعني الضمائر. بعد كده بنغير الأزمنة زي am و is تبقى was, are تبقى where, have or has تبقى had, can تبقى could, will تبقى would, do or does تبقى did, ولو عندي verb present بحوله past زي look تبقى looked, feel تبقى felt. قلنا say بقول الشخص اللي قال الكلام say said, ولو حوله وقاله الميم بقول say to الشخص, إنما tell أخبر الشخص بس من غير to, told me tell you وهكذا. أتمنى تكونوا استفدتوا من لقاء اليوم, إن شاء الله نستكمل الدرس القادم رقم 51.
يا ريت لو في اي تعليق ينكتب في الكومنت، تعليقاتكم ورأيكم يهمني جدا. شكرا ليكم، الى اللقاء.